لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. يكفي أن الرئيس لما ظهر ونتمنوا له الشفاء، نتمنوا له الشفاء، ظهر وظهر بطريقة، علاش انتقدتها هذه الطريقة؟ كثير بعثوا لي قالوا لي الحمد لله راه ظهر. يا إخواني الكرام، راني انتقدت هذه، أنا لست ضد ظهور الرئيس، يكون في علمكم، لست ضد ظهور، بل أني مع ظهور الرئيس، وقلت من قبل أنه يجب يظهر الرئيس حتى وكان يكون في حالة متعبة، وقلت لكم من قبل بأن الرئيس ما ظهروش لأنه ضعيف بزاف، لأنه الجلد على العظم. ولكن هذه الطريقة راهي طريقة مهينة، أنه فجأة، شوفوا منذ أيام أعطيتكم خبر بأنه قيادات عسكرية سافرت إلى ألمانيا ورجعت، هل التقت مع الرئيس ولا ما التقتش؟ الله أعلم. المهم بعدها الرئيس، أنا أقولها لكم، جالس قادر يتكلم، قادر يجري حتى حوار، هكذا اللي ظهر. قضية التحرك تبعه لا أدري، أنا ما نجيش الآن يقول واحد يقول لك التليفون هذا كبين تاع استخبارات بأكلام فارغ، هذا كتليفون تاع فندق، وأنا أقمت في عدة فنادق فيهم نفس التليفونات، تليفون الرجل في فندق، في جناح في فندق. بدأ الرئيس يتكلم وصح متعب، ولكن قادر يتكلم، قادر يجري حتى حوار. أنا أقول لكم الرجل اللي شفته أمامي رغم أنه متعب شوية والشيء اللي مر عليه، يا جماعة أنا عندي أصدقاء عندهم 3 أشهر من أصيبوا بالكوفيد، والله العظيم قال يحكوا لي، قال لي نحط الموبايل في بلاصة ننساه، راهو شيء صعب جدا، ما هوش سهل. لذلك أنا الرئيس ما ننتقده أنه مرض، هذا بشر يمرض وربي يشفيه وربي يعافيه، هذا ما نتكلم عن الرئيس، أنا نتكلم منذ البداية انتقاداتي لرئاسة الجمهورية، الرئيس كان مريض راقد في غرفة الإنعاش، ما نجي ننتقده، أنا ما تكلمت عليه ولا كلمة، وحتى كيظهر ما انتقدتوش، قلت الطريقة التي ظهر بها هاي القراءات اللي موجودة، وهذه دارت حتى في وسائل الإعلام العالمي. كان من المفروض كيف يظهر الرئيس، الرئيس ظهر، الرئيس تعافى، من المفروض أن الرئيس يتصل برئاسة الجمهورية أو اللي معاه راه معاه ولده وربما أشخاص أخرين، يتصلوا برئاسة الجمهورية، الرئيس راه يستطيع الظهور، يرسلوا له طاقم تلفزيوني. إذا ما كانش قضية كاميرا راهي كاين السفارة الجزائرية، السفارات كل عندهم أجهزة تصوير وعندهم كل شيء، يجوا يصوروا له خطاب بطريقة جيدة، لابس لباس جيد، وهو صح متعب ولكن ما هو في صورة أورا كما كانوا يظهرون في بوتفليقة، حقيقة يصوروا خطاب، هذا الخطاب يحضروا له بطريقة جيدة ويخاطب به الجزائريين، ويروح في نشرة 8 يظهر المذيع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتحدث إلى الجزائريين، تكون طريقة لها قيمة. أما أنه يوقع ذا، شوفوا نقولها لكم، الكثير ما على بالهمش باللي الرئيس رح يظهر، فاجأهم، والطريقة فيديو يقطعوه إلى أجزاء يتنشر في صفحة تويتر، وأنا هدرتكم على تويتر، وبعد ذلك كيف تشتديت ونشرها حتى في صفحته في الفيسبوك الشخصية، رئاسة الجمهورية نشرات بعض الرابط نتاعو وش يسموها، التلفزيون تفاجئوا. يا جماعة، وبهذه الطريقة أيضا الخطاب، الرئيس ما تحتاج توجه خطاب وما تحتاج تقول أنا أطالب بالانتخابات، أنت الإشكالية الآن اللي موجودة، الرئيس ما زال مريض، سمانة سمانتين 3 سمانات الله أعلم، نتمنى يرجع غدوة وفي صحته جيدة، نتمناوها، ولكن أنت ما زلت مريض، الوضع خليته أكثر من شهر، تقريبا شهرين وانت غائب عن المشهد، مباشرة طالب في الانتخابات، كورونا، وباء، تحدي كورونا، الدول الآن تبحث كيفاش كاين اللي دخلت في الموجة الثالثة من كورونا ودخلوا حظر جديد، انت في هذا الوضع تحكي لي على قانون انتخابات وزيد يديروا العرابة، الدستور داره لك العرابة، شوفوا وين وصل أقلية الأقليات غطت عليه، وتزيد تدير قانون انتخابات أخرى بنفس الشخص الذي يعني كرهوه الجزائريين، أغلبية الصفحات في الفيسبوك وأغلبية الجزائريين عبروا عن كرههم لهذا الشخص من خلال تصريحاته ومن خلال هذا الدستور اللي عمله، تزيد نفس الشيء لحظة اللي تظهر الجزائريين. هاي واش راح نقول لكم، من المفروض كيفاش يظهر الرئيس، علاش قاعدين ننتقده، الرئيس من المفروض هاو كيفاش يظهر، اسمعوني، رئيس الجمهورية يصوروه
يصوروه قاعد يحكي، يمشوا له مسؤولين، يمشي له الوزير الاول او وزير الخارجيه، وزير اول وزير الخارجيه، يمشي له قائد الاركان، يمشي له الامين العام لوزاره الدفاع، يمشي له. وهاي جات معلومات منذ ايام كان الامين العام في وزاره الدفاع كان في المانيا، يمشي له راهو جالس معاهم، راه حامل اوراق كذا يشوف، بعد يوجه كلمه خفيفه وطمئن الجزائريين انني بخير، كل الكلام الاخر في السياسه وشيء خليه بعدين. بعدين هذه خليه بعدين، ماهيش مستعجل، ماهيش مستعجل تقول 10 ايام لازم يكمل لي قانون الانتخابات. نفس العجله في قضيه الدستور، حتى خرجت لنا دستور اكثر وثيقه ستبقى مكروهه في تاريخ الدوله الجزائريه هي هذا الدستور تاع العربه، والان تتسرع لي كمان. اذا انا كي جيت، انا نهضر كي جيت نقول الرئيس ظهر كانه يريد ان يظهر. كثير من التحاليل، وانا تواصل معي اعلاميين واصدقاء من مؤسسات اعلاميه كبرى، يكاد الاجماع بينهم ان الرئيس ظهر بسرعه وكانه جاه اعاز من الجزائر يجب ان تظهر. هنا ماذا تقرا؟ الجهه اللي قالت له لازم تظهر بسرعه، حتى دار مباشره وفي تويتر ونشرها في تويتر بهذه السرعه، وش معناه؟ يا شيء ما سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ ما هو الشيء الذي سيحدث لو لم يظهر الرئيس؟ الشيء الوحيد الذي سيحدث هي عمليه عزل الرئيس. وكان هذا الامر يسير على قدم وساق ويناقش. منذ فتره قلت لكم ان الجيش والمؤسسه العسكريه تبحث في هذا الامر، لانه كانت عندهم المعطيات ان وضعه الصحي معقد، وهناك اطراف ليست راضيه على بقاء تبون، لانه يرون تبون هو نتيجه لمسار كانوا راه القايد صالح، وشفتوا كيف دفنوا القايد صالح. التلفزيون العمومي، وقلتها لكم منذ فتره، قلت لكم التلفزيون العمومي راح تجي قضيه مناسبه وفاه القايد صالح نشوفوا هم اشتروا. عندها مناسبه الانتخابات دار تقرير تلفزيون، جاب حتى كلمات أن تعهدنا ألا تسيل قطرة دم واحدة من الجزائريين، وهذه كلمة القايد صالح قالوا، وقالت المؤسسة العسكرية وتعهدت المؤسسة العسكرية. لم يظهر صورة واحدة للقايد صالح، وأقول لكم وهذه بناء على معلومات من داخل التلفزيون أنها هناك أوامر بأنه ما يتكلموا على القايد صالح وما يظهروا. وش معنى؟ وش معنى؟ القايد صالح وشكون اللي ناقم عليه؟ ناقم عليه العصابة. العصابة اللي ضربها ضربة ما كانت تتصورها. معناها الآن الأطراف هذه ما دام ناقمة على القايد صالح، إذا أن هذه العصابة عادت بقوة، عادت بقوة في كثير من المؤسسات، وهذه العودة هي التي أدت بها إذا إلى اتخاذ هذه الإجراءات. هذه هي الحقيقة أيها الجزائريون، يجب تفهموها. علاش ما نسمعوش البعض؟ هذا هو الواقع. واش يقول رئيس الجمهورية فجأة ما يقارب شهرين هو غايب، وفجأة يظهر بتلك الصورة وبذلك الخطاب الارتجالي. الكورونا الحمد لله، الاقتصاد الحمد لله، الوضع وأوصل ولا. وأنا كنت شغل غريبة أنه قال بأنني كنت على تواصل مع رئاسة الجمهورية. عمرها رئاسة الجمهورية لا قالت بأن الرئيس يتواصل معنا، وكانت تدير في بيانات. علاش كي تواصل معها رئيس الجمهوريه ما دارتش بيان؟ اما انها عارفه بان الجزائريين ما يصدقوهمش، ولا دارتها بالعاني باش تواصل الغموض، باش تواصل هذا الغموض. وهذه الحقيقه، اذا كان الرئيس تواصل معاه، واذا كان ما تواصلش معاهم شيء اخر، لانه الوحيد اللي قال هو عبد الحفيظ علاه مستشار للشؤون الخارجيه للرئيس، قال بانني تواصلت مع ابنه وليس مع الرئيس. الرئيس ظهر كأنه يقول أنا ما زلت مارس مهامي. أني ماذا تعني هذا؟ وأنه البرنامج ما زال يتم، معناها أن فكرة الكلمة الانتقالية أو المرحلة الانتقالية اللي طلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عودة وزير الداخلية اللي كان في زيارة الجزائر والتقى لقاءات على مستويات عالية مع الأطراف الأمنية في الجزائر، هو رجع من هنا وتكلم عن المرحلة الانتقالية. كلام الرئيس البارحة أو البارحة في الخطاب في الظهور نتاعو فند بطريقة عملية بلا ما يقولها، فند أنه ما فيش مرحلة انتقالية، معناها رايح الانتخابات أخرى. قانون الانتخابات معناها رايح الانتخابات أخرى تتمثل في حل المؤسسات، حل البرلمان، انتخابات برلمانية وانتخابات
مجلس او تشريعيه اخرى. هذا هو الارجح، لانه يعني لا يمكن ابدا ان تكون انتخابات رئاسيه مسبقه كما يروج البعض، معناها انه يعملها الرئيس قانون انتخاب. فالندى هذا كلها اليوم مثلا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.